مشاهدي الكرام، مرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي. وصف رئيس مجلس الوزراء نور المالكي زيارة نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي بأنها تمثل نقطة انطلاق جديدة لتطوير العلاقات بين العراق وإيران، إلا أن توقيت الزيارة يثير علامة استفهام، فهي تأتي وسط جدل واسع حول عدة قضايا، منها موضوع الانسحاب الأمريكي والترشيق الحكومي والفيدرالية والدعوة لانتخابات مبكرة. أعزائنا المشاهدين، نناقش اليوم العلاقات العراقية الإيرانية في ضوء زيارة نائب الرئيس الإيراني إلى بغداد، ومعنا ضيوفنا الكرام، كل من الأستاذ منتصر الإمارة رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين، والدكتور أثيل محمد سليم الخشاب عضو القائمة العراقية ومسؤول المكتب الإعلامي لتجمع عراقيون الوطني، والدكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي، والدكتور حيدر سعيد الباحث والكاتب. فأهلا ومرحبا بكم ضيوفي مشاهدي الكرام. بداية أستاذ منتصر الإمارة، مرحبا بك من جديد، وما هي الغاية من زيارة نائب الرئيس الإيراني رحيمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن الطرفان الغاية، التركيز كان على الموضوع الاقتصادي وأخذ الجانب السياسي حيز لا بأس به، وأعتقد الزيارة هي زيارة في أبعادها الاقتصادية أكثر من الأبعاد الأخرى. وتدري العلاقات العراقية الإيرانية مرت بالفترة السابقة بعد تغيير نظام صدام حسين بمراحل، في مرحلة حكومة السيد أياد علاوي لم تكن العلاقات بالمستوى المطلوب بعد تغيير صدام حسين، وبعد ما كان الموقف الإيراني حيادي في عملية التغيير، فكان الغاية أنه يسقطون أحد عدوين اللي هم الولايات المتحدة الأمريكية أو صدام، وبالتالي انجلت الغبرة بسقوط رئيس النظام العراقي السابق وبقت الولايات المتحدة. فكان الوضع في زمن أياد علاوي العلاقات لم تكن بالمستوى المطلوب، في زمن السيد الجعفري تحسنت كثيرا وانتقلت خطوة كبيرة عندما ذهب وفد عسكري عراقي كبير برئاسة السيد وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي واعتذر في إيران عن جرائم صدام، وبدأت العلاقات تتطور في حكومة المالكي. وهذه الحقيقة في تصوري يعني تحصيل حاصل الزيارة ومحاولة تطوير العلاقات أكثر. البعد الاقتصادي أخذ جانب، معناه البعد الأمني والبعد السياسي واصلات مراحل مستقرة بين العراق وإيران، والآن لما يكون التفكير بالبعد الاقتصادي فمعناه أكو نية لتطوير العلاقات أكثر بين البلدين. أستاذ منتصر، تحدثت عن هذه القضايا وقضية حيادية إيران، وكأن لم يكن هناك في وقت سابق العثور على أسلحة إيرانية بيد جماعات مسلحة، والآن هناك يعني يجري الحديث عن عملية أمنية في إحدى المحافظات العراقية في ميسان لربما باتجاه جماعات أو ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران تأتي في وقت هذه الزيارة. لما نشوف منحى المفاوضات، يعني احنا عندنا الان اتفاقيتين واربع مذكرات تفاهم، تقريبا كلها تصب في بعدين اقتصادي وخدمي. فاللي تتفضل به احنا عندنا احتمال من احتمالين، اما اللي الحديث عن الاسلحة الايرانية ودعم الميليشيات وهكذا لم تتوفر وثائق لدى الحكومة عنه، وأما متوفرة وثائق والحكومة لا تفتح هذا الموضوع، يعني ماكو احتمال ثاني. اللي أريد أتوصل لأن الحكومة العراقية اقتنعت أن الدبلوماسية الخارجية العراقية يجب أن تكون على قياس المصالح المشتركة بين العراق والدول الجوار، ولا تأتي هذه المصالح المشتركة إلا بتطوير البعد الاقتصادي وإشعار الدول المجاورة بضرورة
أن يكون العراق مستقر لضرورة أن تستفيد اقتصاديا. شكرا جزيلا لك أستاذ منتصر. الإمارة لكن فقط يعني في وقت سابق وأوقات ومرات عديدة عرضت هناك من الأسلحة التي كانت تشير إلى الصنع والتاريخ والصنع الإيراني وبعبارة ساخ تيران. شكرا جزيلا لك أستاذ منتصر. أستاذ أثير محمد سليم الخشاب، هل زيارة نائب الرئيس الإيراني مرتبطة بقضية الانسحاب الأمريكي مثل ما تسرب؟ ربما هناك علاقة بين الزيارتين، هذا غير معلن، ولكن أكيد جو بايدن جاء ليبين موقف الحكومة الأمريكية وليأخذ الرد من القادة العراقيين، لأنه الانسحاب يجب أن يتخذ به موقف من الحكومة العراقية اليوم. نعم. لم يبقى فترة لدى السياسيين للعب فيها. نعم. يعني 4 أو 5 أشهر احتمال غير كافية لانسحاب القوات الأمريكية. إذن هي تبادل الضغوط والأدوار الأمريكية الإيرانية؟ ربما. ربما. يعني دور زيارة نائب الرئيس الإيراني لها علاقة بالانسحاب؟ يعني الواضح من الزيارة الإيرانية هي لفتح ملفات جديدة اقتصادية بين البلدين، دعم الجانب الاقتصادي. أكيد نعرف أن الاقتصاد يدعم أو يمشي بخط متوازي مع السياسة، والسياسة هي فن إدارة المصالح بين البلدان الأخرى. العلاقة بين إيران والعراق، أكيد العراق بالنسبة للإيران يشكل في استراتيجية الإيرانية أهمية كبيرة، باعتبار أنه العراق له مقومات بشرية وموارد بشرية وموارد اقتصادية مؤثرة في الإقليم، وله دوره الكبير في الإقليم. طيب هذا قد يأتي في تقييمكم أنتم في عراقيون والقائمة العراقية لزيارة النائب الرئيس الإيراني، ما هو التقييم وما الذي طرح في الاجتماع بين النجيفي ورحيمي؟ بين النجيفي ورحيمي أعتقد أعلن أنه كان يتطرق إلى علاقات حسن الجوار، احترام متبادل بين الطرفين، وتطرقوا إلى موضوع القصف الإيراني إلى القرى الحدودية في كردستان، وتكلم باسم الشعب العراقي طلب منه أن يوقف هذا القصف الإيراني، وكان هناك تجاوب وتفاهم كبير في هذا المنحى، حتى أعتقد أنه طلب من النجيفي أن يكون حكما، لأنه ادعى أن هناك عمليات تشن من جانب كردستاني باتجاه إيران، فادعى طلب أن يكون حكما في الموضوع. أعتقد هذا كانت زيارة ناجحة، باللقاء ناجح بين ولمسنا يعني أنه هناك رغبة حقيقية في تنمية اقتصادية وبناء علاقات جديدة بين الجارتين. شكرا جزيلا لك أستاذ أثيل الخشاب. دكتور حيدر سعيد، رغبة حقيقية في علاقات يعني إيجابية وقصف تتعرض له قرى في كردستان من جار الشرقي إيران، هل أنت مع من يقول أن زيارة نائب الرئيس الإيراني تندرج ضمن زيارات اعتيادية، أم أنها زيارة ذات طابع خاص وفيها أو ولها أهداف محددة؟ يعني شكرا على الاستضافة، هي أكيد لها أهداف محددة، لكن أولا من قام بالزيارة هو نائب الرئيس، يعني ليس وزير الخارجية أو رئيس جهاز المخابرات، ليس الرئيس الإيراني، ليس مسؤول بهذا المستوى. نائب الرئيس في إيران هو مسؤول عن ملف اقتصادي. أنا أتفق مع اللي قاله أستاذ منتصر أنه يعني الزيارة هي اقتصادية بالدرجة الأولى. أما لماذا إيران؟ طبعا إيران يعني فعلا يعني العراق هو عنصر رئيسي بالاستراتيجية الإيرانية، خاصة الآن بعد فرض العقوبات، والعقوبات جادة على إيران. العراق سيعني الكثير لإيران. أولا العراق هو يعني نقطة تعمل فيها السياسة الإيرانية للضغط على الأطراف الذين يعاقبون إيران، الولايات المتحدة وغيرها. إيران هي العراق هو سوق لإيران، وهذا أيضا واحدة من العناصر التي لم تربح فيها إيران المعركة. أنت تعرف
إذا تشوف مستوى التبادلات التجارية للعراق، أنه العراق حقيقة واقع تحت غزو تركي. أكبر رأسمالية في العالم الإسلامي هي الرأسمالية التركية، ومن يغزو العراق في الجانب الاقتصادي، العراق أصبح سوق لتركيا أكثر ما هو سوق لإيران. أنا أعتقد إيران تحاول أن تقدم نفسها بوصفها واحد من الموردين المحتملين الممكنين للعراق. المشاريع الكبرى في العراق الآن، خليك من قضية سوق النفط، هي آلت إلى يعني مستثمرين أتراك وليس إلى مستثمرين إيرانيين. لكن أيضا هذا يندرج ضمن أن تركيا هي ضمن الدول العشرين الأولى بالتنمية الاقتصادية على مستوى العالم، لكن إيران لم تسجل هذا الرقم. بالضبط، أنا قلت يا مو بس مستوى الصناعة، الرأسمالية التركية رأسمالية ضخمة. يعني لذلك كان العراق سوق هش أمام الرأسمالية التركية. ما علاقة هذه الزيارة بموضوع الانسحاب؟ يعني قد يكون هو، ما أدري إذا كان نائب الرئيس مفوض بأن يفتح مثل هذا الملف الحساس. أنا أعتقد بالتأكيد هذه المسألة مهمة. زيارة بايدن العراق كانت أساسا تتعلق بهذه المسألة. أنا أتصور أنه بعد التحولات الحاصلة في المنطقة، طبعا قضية الانسحاب الأمريكي أو بقاء، مو الانسحاب، بقاء جزء محدود من القوات الأمريكية في العراق، هذه قضية مهمة جدا لإيران. أنا أتصور أنه بعد إيران، يعني ما أدري، خليني أقدم تصور شوية مغاير. أنا أتوقع بعد التحولات الحاصلة في المنطقة، يعني بعد الربيع العربي وتحديدا بعد ما يجري في سوريا، احتمال سقوط نظام الأسد في سوريا، والمخاوف، هناك خوف في كل المنطقة بالمناسبة من النظام البديل، النظام الذي سيرث نظام الأسد. هناك خشية، يعني احنا اذا كنا في 2004 نتحدث عن هلال شيعي، فهناك الان خشية من هلال اخواني، هلال يمتد من مصر وسوريا والاردن. نعم، ربما ايران ستعدل استراتيجيتها من الوجود الامريكي. قد نصل، اذا تسمح لي بجملة سيد عمر، قد نصل فعلا الى تفاهم امريكي ايراني حول بقاء جزء محدود من القوات. قد ترضى ايران بهذا الشيء، بقبول جزء محدود كنقطة ضمان، كصمام أمان بإزالة المخاوف الآتية من الجهة الغربية. حيدر سعيد. دكتور أحمد الشريف، لماذا نائب الرئيس الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدءاً يجب الفصل بين الملف الاقتصادي والملف السياسي في إدارة الأزمة، على سبيل المثال في المحيط الإقليمي. وربما التكامل الاقتصادي والأدوار وتوزيع الأدوار والتوازنات الإقليمية هو الذي دفع إلى أن تكون هذه الزيارة. طيب لماذا نائب الرئيس دون غيره؟ يعني بمسألة الصلاحيات والتفويض مثل ما تفضل الدكتور حيدر سعيد. لأنه الاتفاقيات حساسة جدا وتحتاج إلى صانع قرار سياسي بمستوى، تمثيل سياسي بهذا المستوى. قضية التكامل الاقتصادي ربما لا تقترن فقط في إيران. الآن إحنا عندنا مثل ما تفضل الأستاذ حيدر، أنه إحنا عندنا نسبة تبادل تجاري بين تركيا والعراق وصل عام 2011 إلى 12 مليار دولار، ونسبة تبادل تجاري بين راح يكون أحسنت في، ونسبة تبادل تجاري بين إيران وبين العراق 8 مليار، وهذه نسب عالية جدا. فإذن هذه تدخل في باب إطار التوازن الإقليمي ونوع من التكامل الاقتصادي على مستوى الإقليم، كما حصل في التحالف الثلاثي بين العراق، بين دمشق وأنقرة وبغداد، في مسألة حوض دجلة والفرات وقضية التوازن، على اعتبار أنه عام 1950 كانت النسب السكانية لهذا الحوض تمثل 30 مليون، طيب في حين الآن 120 مليون. شكرا جزيلا دكتور، خلينا نناقش هذه المواضيع بعد فاصل قصير. فاصل ونعود إليكم.